فقد ابتدأنا في الدرس الماضي في آخر حصة في التفسير الكلام على قصة موسى بن عمران نبي الله مع الخضر. ذكرنا بدايتها وتوقفنا عند قول الله تعالى: قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة، أو بعد ذلك بعد هذا المحل سنربط الكلام الآتي بالكلام السابق باختصار وإيجاز. إذن حاصل هذه القصة أن موسى عليه السلام سأله بنو إسرائيل مرة، خطب فيهم فسألوه، قالوا له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله تعالى إليه أن هناك عبدا صالحا اسمه الخضر أعلم منك. فقال موسى: يا ربي دلني على السبيل إلى لقائه. فأعطاه الله تعالى علامة، قال الله تعالى: غتمشي مع البحر وتحمل معك حوتا في مكتل في قفة كبيرة في الزمعة، والمكان اللي غتفقد فيه الحوت هو اللي فيه الرجل الصالح، تما خرج وتما ستجد هذا الرجل اللي هو أعلم منك، أعلم منك في بعض الأمور وأنت أعلم منه في بعض الأمور كما سيأتي إن شاء الله. فالله تعالى أعطاه علامة على مكان هذا الرجل ليتعلم منه. إذا موسى عليه السلام أخذ معه فتاة، أخذ معه خادمة، كان معه واحد الفتى واحد الشاب كان يخدمه وهو ابن أخته من ذرية يوسف عليه السلام، كان يتشرف بخدمة موسى عليه السلام وبالتعلم منه، كيخدمه في نفس الوقت يتعلم منه. فموسى أخذه معه في الرحلة التي قد تطول، يمكن أن تطول، يحتاج فيها إلى رفيق، إلى معين في السفر. فأخذ معه هذا الفتى، قال الله: وإذ قال موسى لفتاه، إذا من الأول يهيئه ويعده، قال له: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوق. بما نحن خارجين للبحث عن هذا الرجل العالم الذي تعلم منه، إذا لن نتوقف عن السير في البحر، أو غادي في البحر لن نتوقف، ولو أدى ذلك أننا وصلنا لمجمع البحرين أو مشينا حقبا من الزمان، يعني مدة طويلة من الزمان. استعد وتهيئ، لن نرجع ولن نتوقف عن السير حتى نجد الرجل العالم. هذا هو معنى لا أبرح، بمعنى لا أنفك عن السير ولو أدى الأمر إلى أن أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا من الزمن، زمنا طويلا. إذا يهيئه باش يكون الغلام الأول عارف ومستعد للرحلة الطويلة. طيب، خرج وذهب في البحر، فلما بلغ مجمع بينهما، بلغ وصل مجمع بين البحرين، نسي حوتهما. وتقدم لنا الإشارة إلى إسناد النسيان لموسى والفتى، نسي ألف اثنين، مع أن في الأصل ليس هو الفتى، موسى الأصل الغالب أنه أخبره، فإذا كان موسى قد أخبره فالنسيان حقيقة مسند إلى الفتى، وأسند إليهما معا تجوزا. هذا أسلوب عربي، أحيانا العرب كيدير واحد فعلة فينسبونها إلى قومه كلهم، كيقولوا بنو فلان فعلوا كذا وفعل ذلك واحد منهم، أو أن موسى نسي أن يذكره أن يخبره. إذا الفتى نسي الحوت وموسى نسي أن ينبهه. المهم على كل حال نسيا حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا. الحوت لما وصل ذاك المكان الله تعالى مقدر أن يفقد فيه الحوت، رجعت له الحياة، الحوت ميت، رجعت له الحياة في مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فاتخذ سبيله أي الحوت في البحر سربا، أي مسلك، اتخذ مسلكا له في البحر وذهب. هذا المشهد رآه الفتى، موسى عليه السلام كان دائما عند الصخرة، أما الفتى فقد شاهد هذا المشهد لكنه ذهل ودهش لهول ما رأى، لأنه يعني غيجي معنا من بعد أنه شيء عجب، يتعجب منه الناس ماشي شيء طبيعي. ولهذا الغلام الفتى لما دهش نسي أن يخبر موسى
سلسال وسيل لي كان الصيد فقد نحوت كذا كذا كذا. من بعد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. إذا من بعد فلما جاوزا قال جاوزا إلى ذلك المكان اللي خرج فيه الحوت ومشى. قال موسى لفتاه آتنا غداءنا. هذا وقت الجوع أصابهما الجوع فقال آتنا غداءنا أي ما نأكله. وكان ذلك في أول النهار، أش سمي غداء لأنه كان في أول النهار. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا أي أحسسنا بالتعب، وجدنا نصبا وجوعا شديدا محتاجين إلى التقوي بالأكل بالطعام. فرجع الفتى إلى المكتل فلم يجد الحوت، عاد تذكر أن الحوت قد فقد في وقت كذا وكذا وفي مكان كذا وكذا. الآن الفتى يتكلم مع موسى، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيش إلى الخير. قال إذا شكون هذا القائل؟ الفتى لموسى. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، كأنه يقول أتذكر حين أوينا إلى الصخرة لنضطجع لنرتاح؟ هناك فقدنا الحوت، في ذاك المكان الحوت اتخذ سبيله في البحر سربا. ولم أخبرك لأني دهشت وأنسيت الأمر بسبب قوة الدهشة وكثرة العجب والغرابة، نسيت أن أخبرك، ذهلت عن إخبارك. الإنسان أحيانا قد يدهش بعض الأمور يصدم بها فينسى ما كان قد وصي به ووصى بخبره، نسى أنه وصى بخبره. أرأيت أتذكر حين أوينا إلى الصخرة، حينئذ فقدنا الحوت ونسيت أن أذكره لك، أن أخبرك بذلك. إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، شمعنى نسيت الحوت؟ نسيت أن أخبرك بأمري، راه وقع ما وقع أمام عيني، رأيت ما وقع من الأمر العجيب، من الأمر العظيم، ولكنني دهشت وذهلت فخرج من بالي أن أخبرك، فإني نسيت الحوت أي نسيت أن أخبرك بشأنه وأمره، وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. قال الذي أنساني ذكره لك هو الشيطان. إذا نسب هذا إلى الشيطان، علاش؟ لأنه وصاه أن يذكره وذهل عن ذلك ولم يذكر، فقال إذا هذا من الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. المعمى دخلت عليه في تأويل مصدر، والمصدر بدل اشتمال من الضمير، والمعنى وما أنساني ذكره لك إلا الشيطان، اللي نساني نذكره لك نذكر لك الحوت هو الشيطان، وما أنساني الشيطان أن أذكره، الضمير راجع للحوت، الذي أنساني ذكر الحوت لك نخبرك بشأنه وأمره، وأنه قد خرج من المكتل واتخذ سبيله في البحر سربا، اللي نساني هو الشيطان. واضح؟ وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. هنا لعلها آخر مقطع تفرق معنا في الدرس الماضي. واتخذ سبيله في البحر عجبا. هذه الجملة واش هي من كلام يوشع ولا إخبار من الله تعالى؟ يحتمل الأمر. إما تكون هذه من تتمة كلام يوشع الفتى. من تتمة كلامي بمعنى قال ليه وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لك، وثم عاود خبره زاد كمل ليه الإخبار قال ليه والحوت قد اتخذ سبيله في البحر عجبا. إذا هذا من تتمة كلام الفتى يوشع بن نون. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، اتخذ الحوت طريقه في البحر عجبا. شمن عجبا؟ عجبا للناس لو رأوا ذلك، لو رأى الناس ذلك المشهد الذي رأيته لتعجبوا من ذلك تعجبا شديدا، لأن الطريقة باش نقز من المكتل ومشى للبحر واتخذ أمر عجيب، يتعجب منه الناس، أمر خارق للعادة، أمر ليس معتادا، حوت ميت وصار حيا واتخذ سبيل، أمر عجب يتعجب منه الناس. واتخذ سبيله في البحر عجبا، ومن هنا غتعرفوا الفرق، علاش في الآية الأولى قال الله واتخذ سبيله في البحر سربا؟ ودابا قال عجبا، لماذا؟ لأنه في الأول الله تعالى كان كيتكلم لنا عن الحوت، يخبرنا عن الحوت، ما كاين تما لا بشر لا موسى ولا الفتى ولا شيء، الله يخبرنا عن شأن الحوت، الحوت أش دار؟
اتخذ سبيله في البحر سربا أي مسلكا ومذهبا يسرب فيه يسير فيه. إذا الكلام كان عن الحوت، الله يخبرنا عن الحوت، لكن هنا الكلام فيه موسى والفتى وسائر الناس. واضح لهذا ذكر العجب، لأن الكلام هنا مسند إلى من؟ إلى يوشع، أو إخبار من الله تعالى عما قال موسى أو ما قال الفتى. ولهذا قال عجبا، بمعنى هذا أمر يعجب منه من رآه. إذا لكان الكلام من يوشع، فالقضية واضحة، بمعنى يوشع هو الذي أنشأ التعجب. قال ليه؟ راه اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا كيف اتخذ سبيله. إذا العجب ليش مسند؟ ليوشع الذي رأى ذلك بعينيه. واضح. أما بالنسبة للحوت نفسه فليس ذلك عجبا للحوت، وإنما هو عجب بالنسبة للبشر للناس، إذ هو أمر خارج عن العادة وخارق لها. إذا قلنا إذا كان هذا من تتمة كلام يوشع فالأمر واضح، ويحتمل أن يكون هذا إخبارا من الله، بمعنى أن كلام يوشع انتهى عند قوله وما أنسى إلا الشيطان أن أذكره، هنا انتهى كلام يوشع. ثم الله تعالى أخبرنا قال لنا اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا، أي عجبا للناس لو رأوا كيف اتخذ سبيله في البحر. هذا إخبار من الله تعالى. وإذا كان إخبارا من الله تعالى فإما المعنى اتخذ الحوت سبيله في البحر عجبا للناس، أو المعنى اتخذ موسى سبيل الحوت عجبا، هذا هو المعنى الصحيح، إخبار من الله. لكن اش قال لنا الله تعالى؟ قال لنا موسى من اللي عرف خبره الفتى اش وقع، اش دار موسى؟ عاود دار ورجع للطريق، يرجع لذاك المكان فين فقد الحوت. اتخذ موسى سبيله في البحر، اتخذ سبيله في البحر راجعا الى المكان الذي فقد فيه الحوت عجبا، اي رجع وهو متعجب مما وقع من القصة اللي خبروا بها الفتى، لأن الفتى من اللي قال لي آتنا غدا أنا عاد حكى لي القصة أش وقع وش وقع وش وقع. إذا فموسى رجع إلى المكان وهو متعجب مما وقع، متعجب هو ومتعجب الفتى، هو والفتى متعجبا مما وقع. واضح المعنى؟ إذا على هذا الوجه الثاني، شكون الذي اتخذ سبيله في البحر؟ موسى. اتخذ موسى وفتى سبيلهما في البحر راجعين إلى المكان الذي فقد فيه الحوت عجبا، أي متعجبا هو ومن معه. قال الله تعالى قال ذلك ما كنا نبغ. قال شنو موسى لما حكى الفتى موسى اش وقع؟ قال له موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا الأمر اللي وقع هو الذي كنا نطلبه ونريده من أول رحلتنا، من أول خروجنا أنا كننتظر غير ذاك الوقت الذي يفقد فيه الحوت، لأن الله تعالى جعل لي هذا علامة على الرجل، هذا الرجل أنا خارج عنده غادي عنده باش نتعلم منه، العلامة هي فقد الحوت. قال لي ذلك ما كنا نبغى، هذا الشيء اللي حكيتيه فقد، هذا هو الذي نطلبه بخروجنا هذا وبسفرتنا هذه. قال أي موسى ذلك ما، أي الذي، ما اسم الموصول بمعنى الذي، الذي كنا نبغي أي نطلب، لأنه أمارة على وجدان الرجل على لقاء الرجل العالم. فارتدا على آثارهما قصصا، ارتدا أي رجعا على آثارهما أي طريقهما، ديك الطريق اللي دازوا منها عاود رجعوا منها. فارتدا أي رجعا على آثارهما قصصا في الغالب راجعين للصخرة، لأن قال لي أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت تما فقد الحوت ونسيت أن أخبرك بشأني، فإن نسيت الحوت نسيت أن أخبرك بأمره وشأني. إذا ارتدا راجعين قصصا يقصان قصصا، يقصان الطريق قصا، يقصان الطريق قصا، راجعين من نفس الطريق. فين راجعين؟ إلى الصخرة، راجعين لعند ديك الصخره التي آوى اليها موسى عليه السلام. وعلاش رجعوا من تما؟ باش ما يتلفوش الطريق، لئلا يخرجا عن الطريق، لهذا رجعا على اثارهما اي اثار طريقهما، دازوا من تما عاودوا رجعوا من نفس المكان. فلما وصلا الى المكان وخرجوا
قال الله: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن وجد الرجل الذي أخبر الله تعالى موسى به، الرجل العالم الخضر، فوجد عبدا وهو الخضر من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. آتيناه رحمة، شنو المقصود بالرحمة؟ هل المراد بها النبوة أو المراد الولاية؟ اختلف السلف في هذا، اختلف العلم في هذا. واش المراد آتيناه رحمة أي نبوة وعلى هذا فهو نبي من الأنبياء، أو المراد آتيناه رحمة أي ولاية فهو ولي من الأولياء ولم يكن نبيا؟ قولان، القول الأول أنه كان نبيا من الأنبياء، إذا فعلى هذا الرحمة هي النبوة، والقول الثاني أنه كان رجلا صالحا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وتدل عليه ظاهر الأحاديث المروية في الباب أنه كان رجلا صالحا وليا من الأولياء ولم يكن نبيا. إذا آتيناه رحمة من عندنا لأنه كان وليا، وهذا قول الأكثر. قال هنا الشيخ يعني النبوة، وقيل إنه ليس بنبي، وتظهر نبوته من هذه القصة لأنه فعل أشياء لا يعلمها إلا بالوحي، واختلف هل مات أو هو وحي إلى الآن، ويذكر في الدروس أنه مما وقع. إذا ابن جزي رحمه الله يرجح أنه كان نبيا، سأل فيها خلاف، يرجح ابن جزي أنه كان نبيا، باش يستند، باش يستدل، يستدل بأنه عرف بعض الأمور لا تدرك إلا من طريق الوحي، لا تعرف إلا من طريق الوحي، الأمور اللي غيخبر بها موسى من بعد غيختلفوا وغيخبروا بكذا وكذا وكذا وكذا، أمور لا تعرف إلا عن طريق الوحي. اللي كيقول هو ولي وهو مدبر أكثر، باش كيجاوبوا؟ كيقولوا راه هذا هو العلم الذي آتاه الله، لأنه كان عنده علما لدنيا غير مكتسب كالإلهام ونحو ذلك، فقالوا هذا هو العلم الذي آتاه الله عز وجل، هو هذه الأمور التي كان يعرفها ولا يعرفها موسى عليه السلام. واختلف هل مات أو هو حي إلى الآن، كاين اللي قال لا باقي حي إلى الآن، وهذا قول ضعيف. الذي عليه أكثر أهل العلم وأكثر السلف الأئمة أنه مات كسائر الناس. إذا الشاهد موسى عليه السلام هو الفتى، رجع وجدهت لقي هذا العبد، هذا الرجل الصالح أو النبي على القولين. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه، الله كيقول وعلمناه، علمه الله من لدنه أي من قبله علما، علمناه من لدنا علما أي آتيناه علوما غيبية كثيرة، لأن هذا العلم اللي أعطاه الله تعالى أعطاه من ذلك علما ببعض الأمور المغيبة، بعض الأمور الغيبية اللي ما غيعرفهاش موسى وغيعرفها الخضر، هذا الرجل الصالح أو هذا النبي عليه السلام. إذا علمناه من لدنا أي من قبلنا علما ببعض الأمور الغيبية، ببعض المغيبات. لكن هل كان الخضر أعلم من موسى من جميع الجهات ولا أعلم منه من بعض الجهات؟ من بعض الجهات، ماشي من جميع الجهات. الخضر كان أعلم من موسى ببعض الأمور، وموسى أعلم منه ببعض الأمور، كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم في هذه القصة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضر أنه قال لموسى: أنا أعلم منك بأمور لا تعلمها، وأنت أعلم مني بأمور لا أعلمها. إذا جاء في الحديث، الحديث يوضح هذا، أن موسى وجد الخضر مسجا بثوبه، مغطى بثوبه، فقال: السلام عليك، فرفع رأس الخضر وقال: وأنا بأرضك السلام. قال له: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أولم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن السفر إلى هنا؟ يعني واش ما كاينش شي أمور تشغل بها تما، الدعوة والنصح والبيان وكذا. فقال: قال: بلى، ولكني أحببت لقاءك وأن أتعلم منك، جئت لأتعلم منك. قال: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت،
وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. أنت على علم الله علمك إياه، ما عرفوش أنا، والعكس كذلك. طيب إذا موسى وجد ضالته، لقى الرجل اللي كان كيقلب عليه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وشوفوا هذا الخطاب ديال موسى عليه السلام للرجل الصالح، فيه ايش؟ ملاطفة، فيه ملاطفة، وفيه تواضع، وفيه حسن أدب وحسن خلق. هل أتبعك على أن تعلمني؟ ماشي قال لي جئتك فعلمني، أنا جيت عندك أنت علم منك وضربت الطريق وشهور وأنا في طريق أدا وقعني كذا، جئتك فعلمني ولازمك تعلمني. يعرض عليك، تسمى العرض، طلب برفق وليهم، برفق ولي. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ برفق وليهم، فيه ملاطفة وحسن أدب، ماشي إلا أنا ضربت مسافة ووقت وفلوس وجهد وكذا تعلمني، لم يأمره بذلك. فيؤخذ منه واش؟ أن المتعلم يجب عليه أن يلاطف المعلم ليعلمه. المتعلم ينبغي أن يتأدب وأن يتلطف مع المعلم حتى يعلمه. قال له: هل أتبعك؟ حسن خطاب وملاطفة وتواضع وأدب، مع أن موسى عليه السلام كان نبي قومه وهو كليم الله عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لم يمنعه هذا أولا من التعلم، من طلب العلم، من أن يتواضع ليتعلم، ولم يمنعه ذلك من الكلام بأدب، يمنعوش أن يتكلم بأدب ورفق ولين. هل أتبعك عرض طلب برفق على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله عز وجل، رشدا أو رشدا؟ قرئ بهما والمعنى واحد. ايش معنى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أي هل أتبعك على أن تعلمني أمرا رشدا، أمرا صوابا أرشد به في أمري؟ رشدا أي شيئا صوابا أرشد به في أمري وفي سيري وفي علمي، أريد منك ما يرشدني ويدلني إلى الحق والصواب. هذا هو معنى رشدا أو رشدا، قرئ بهما، قرئ مما علمت رشدا وقرئ مما علمت رشدا، رشدا أي صوابا أرشد به وأستدل به في طريقي. وانتصب على أنه مفعول ثان بتعلمني أو حال من الضمير في أتبعك. إذا هذا رشدا إما يكون مفعول ثاني تعلم، على أن تعلمني بيد المتكلم، هذه المفعول الأول، ورشدا المفعول الثاني، كأنه قال على أن تعلمني أمرا صوابا، تعلمني المفعول الأول، صوابا هذا المفعول الثاني، صوابا من نعته وصفته رشدا أي أرشد به، إذا مفعول ثاني ديال تعلم، لأن تعلم مضارع علم، وعلم يتعدى الاثنين، علم فلان فلانا النحو، تقول علم زيد عمرا النحو، علمه الفقه، علمه مفعول الأول الفقه، مفعول ثاني، تعلمني رشدا يا مفعول الأول ورشدا مفعول ثاني. ويصح أن يكون حالا من الضمير في أتبعك. هل أتبعك حالا من الضمير في أتبعك؟ هل أتبعك حال كونك راشدا، حال كونك ترشدني راشدا إياي ترشدني، وهذا من مجيء الحال مصدرا وهو قديم ليس بقياس يعني. إذا قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيش قال لي؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. علاش الخضر قال لي هكذا؟ لأن الخضر يعلم علمه، عارف العلم الذي عند موسى عليه السلام، ويعلم الخضر أن ما عنده هو من العلم لن يستطيع موسى في أول الأمر أن يدرك علته،
لهذا إذا لم يدرك علته فلن يصبر عليه. موسى عليه السلام ما غيعرفش العلة ديال ما يفعله الخضر، وملي ما غيعرفش السبب لن يصبر، غيكثر من الأسئلة وربما يغضب وربما كذا، ولهذا من الأول يهيئه كيقول لي شوف إذا أردت أن تتعلم مني وجب أن تصبر، يجب أن تصبر. ولهذا من الأول معه إنك لن تستطيع معي صبر، بغيتي تتعلمني راك ما غتصبرش. فإذا من الأول يهيئه ويعده للصبر، كيقول لي هذا الشيء اللي غتشوف راه غتشوف أمورا عجيبة لا تدرك علتها ولا تعرف سببها، وهذا الأمر سيدفعك للسؤال وسيدفعك للعجلة وربما يدفعك للغضب ولن تستطيع الصبر. فإذا كأنه من الأول كيهيئك خاصك تصبر، راه غتشوف شي أمور تقدر ما تصبرش عليها، تذكر الوصية ديالي ليك خاصك تصبر إنك لن تستطيع، لأن عارف العلم الذي يعلمه موسى يقتضي أن لا يصبر على ما سيفعله الخضر. إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم زاد قال لي وكيف تصبر على ما لم تحط بخبرة، هي العلة واضحة. إذا علاش قال لي لن تستطيع معي صبرا؟ لأنه عارف أنه ليس له علم بما سيفعل، ليس لموسى علم بما سيفعل الخضر، ولهذا هو علم لي قال لي وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، بمعنى شيء عادي أنك ما تصبرش، لأن هذه الأمور التي سأفعلها لم تحط بحقيقة، لم تحط بها خبرا، أي لم تخبر بحقيقتها، لم تخبر بحقيقتها، لم تحط بها خبرا أي علما، بمعنى لم تخبر بحقيقتها، ليس لك علم بحقيقتها، ولأنه لا علم لك بحقيقتها فإنك لن تستطيع معي صبرا، لن تصبر عليها، واضح المعنى؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوفوا الأدب الجم بين المعلم والمتعلم. موسى عليه السلام رجل كيقول قال ستجدني إن شاء الله صابرا. علاش قال؟ لماذا قيل هذا بالمشيئة؟ كان ممكن يقول لي ستجدني صابرا، يقول لك هو أنا عارف راسي، أنا عارف راسي غنصبر، صافي ستجدني صابرا كن هاني. قيد ذلك بالمشيئة، بمشيئة الله تعالى. ستجدني إن شاء الله. لماذا؟ يتبرأ من حوله وقوته. هذا أمر يستفيده المؤمن فيما يريد فعله لا إعطاءه من الوعود. دائما يربط ذلك بمشيئة الله تبرؤا من حوله وقوته. واخا عندك واحد الامر متجازم به وتثق به وتريد فعله، هكذا اولياء الله وهكذا الانبياء فضلا عن الاولياء. ستجدني ولكن داكشي ماشي بطاقه، بمشيئه الله، بعون الله ومشيئته وتوفيقه وفضله وكرمه ستجدني صابرا، ساصبر. واضح المعنى؟ ستجدني صابرا ان شاء الله، قيد ذلك بالمشيئه. انا غنصبر، غتلقاني طالبا متعلما صبورا لا أعصي لك أمرا، ولكن بإذن الله ومشيئتي ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كأنه قال لي غتلقى في جوج الحوايج، ستجدني صابرا وغير عاص لأي أمر تأمرني به. ستجدني صابرا وطائعا، هذا هو المعنى، صابرا ولا أعصي لك أمرا مما تأمرني به. تقول لي هزالي من زحطري، لا أعصي لك أمرا، طائعا منقادا مستجيبا، لأني أريد أن أتعلم منك فلا بد أن أصبر وأن أطيع. ولا أعصي أي غير عاص لأمر مما تأمرني به، ولا أعصي لك أمرا. قال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إذا هذا الشرط الثاني بعد الصبر، بل هو من مقتضيات الصبر، إلى غتصبر هي من الأمور الأولى اللي خاصك تصبر عليها، ألا تسألني عن شيء حتى أذكر لك علته، ما ذكرتش لك العلة ديالو لا تتحدث، واضح المعنى؟ ولهذا موسى عليه السلام كما سيأتي كيف ما قال لي الخاضر سيصبر، لم يستطيع صبرا على ما يراه، لم يستطيع صبرا. لا بد ان يسال، غيسول في المره الاولى والثانيه والثالثه، من بعد غيقول له الخضر هذا فراق بيني وبينك.
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إذا قال له في الأول: فإن اتبعتني، اتبعتني لتتعلم، تابعني باش تتعلم مني، فلا تسألني عن شيء، أي عن شيء تنكره مني، بمعنى إذا شفتي شي حاجة عجيبة، شفتي شي حاجة غريبة، شفتي شي حاجة ماشي بيدك ما مولفاش على خلاف العادة، لا تسألني عن علتها حتى أخبرك أنا بسببها. إذا صدرتي راه من بعد غنخبرك بسببها وعلتها، ولكن أنت لا تبادرني بالسؤال، ما تصدقش السؤال، خلي من بعد حتى يجي وقتها وأخبرك بعلتها وسببها. فلا تسألني عن شيء، أي عن شيء تنكره مني، راه ماشي قصد هنا ما تسولنيش كاع، لا، لا تسألني عن الأمور التي تنكرها علي بحسب علمك، يعني راه كاينة شي أمور بحسب العلم ديالك أنت ستنكرها، هذيك الأمور التي تنكرها بحسب علمك لا تسألني عنها، حتى أخبرك بعلتها وسببها، فهم المعنى؟ فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذلك، شوش قال لي اشمعنى حتى إلى أن أخبرك وأذكرك علته وسببه، راه يجي الوقت اللي غنذكر لك الأمر ديالي. قبل موسى بالشرط ولم يقبل؟ قبل. حتى أحدث لك منه ذكرى فقبل موسى بشرطه. علاش قبل؟ لأنه متعلم، والمتعلم لا يشترط على المعلم، رعاية للأدب. لأدب المتعلم مع المعلم. ما دام باغي العلم وقطع مسافة طويلة من أجل العلم، إذا ما غيضيعش هذا الأمر كامل بسبب شرط من الشروط، إذا غيحاول يلتزم بالشرط وأن يقبل به، فقبل بالشرط وحاول يلتزم به وتبع الخضر ليتعلم منه، قبل الشرط. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا، فانطلقا ألف الاثنين، موسى والخضر عليه السلام. وفين انطلقا؟ انطلقا ماشيين، فين؟ انطلقا يمشيان في البحر. في الحديث أنهما انطلقا ماشيين على سيف البحر، سيف البحر اللي كنا نتكلم عليه في الدرس الماضي، حتى مرت بهما سفينة فعرفها الخضر فحملا فيها بغير نول. الخضر كيعرف هما اللي ديك السفينة وكذا، هزوهم فيها من غير أجرة، ما خلصوا والو بالمجان، أي بغير أجرة. فلما نزل منها خرقها الخضر عليه السلام. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة، في سفينة ما عرفها الخضر، وحملهما أهلها بغير نول، بدون أجرة، هزوهم بلا أجرة، ومن بعد اللي نزل خرق. هذا هو الذي دعا موسى للتعجب، لو ان هاد الناس اهانوهم ولا داروا لهم شي حاجه غيجي عادي، ولكن هادو ناس حملوهما بغير اجره، بغير نول وعطاء، ولما نزل من السفينه خرقها. روي مما جاء في الحديث ان الخضر ازال لوحه او لوحتين من ألواحها من جهة البحر بفأس أو غيره. فلما رأى موسى عليه السلام هذا الفعل، ها هو الآن، شوف الصبر، اختبره بهذا، خرقها. فقال موسى مباشرة، مبادرا، مسرعا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. تكلم عليه السلام، قال لأنه اعتاد موسى عليه السلام، ولهذا قال لي الخضر لن تستطيع ما يسويه، اعتاد أن لا يسكت عن المنكر، أن يغير المنكر، وهذا الأمر منكر بالنسبة لعلمه، بالنسبة لعلم موسى، العلم اللي أتاه الله تعالى، وهذا هو باش الخضر ازداد علما على، وعنده علم زائد على موسى، فعلى حسب علمه ولا يعلم هذا الأمر الغيب من حيث مآله، من حيث المآل، من حيث المستقبل لا يعلم. ولهذا باعتبار الحال أنكر، أنكر المنكر. أخرقتها، وهذا استفهام إنكاري، لتغرق أهلها، مع أنهم حملونا فيها بغير نول، بغير عطاء، لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما منكرا. العمل اللي درتيه عمل منكر عظيم. لقد جئت شيئا إمرا.
قال له الخبر بالكوم: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ استفهام إنكاري ثوب. قلت لك آنفا إنك لن تستطيع معي صبرا، وقلت لي ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أنت الآن ستنكر ولا تصبر. قال: ألم أقل الكوم؟ موسى عليه السلام نسي لأنه ألفت غيرة المنكر، عدم السكوت عن المنكر، وهذا في النظر ديالو في الظاهر وعلى حسب علمه منكر. فقال له موسى: أحس بالخطأ؟ يا فعلا عاهدتك. قال له: لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. حتى هذا فيهاش ملاطفة وأدب من المتعلم مع المعلم. قال لي: ارفق بيا ويسر لي من أمري ولا تواخذني، جزاك الله خيرا. قال موسى عليه السلام يتكلم بلطف مع معلمه الخبير: لا تواخذني بسبب نسياني لما نسيت. قال لي: هذا الإنكار اللي وقع مني راه وقع مني غير نسيانا، لا تواخذني بما نسيت، أي بسبب نسياني وغفلتي عما اشترطت علي، لا تؤاخذني جزاك الله خيرا برفق ودين، لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. بمعنى لا ترهقني، أي لا تكلفني مشقة في صحبتي إياك، كأنه يقول له: عاملني بلطف، أسألك وأرجو منك أن تعاملني بلطف وعفو ويسر وسماحة، اسمح لي وعفو لي وكذا. هو المعنى ديالي: ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تكلفني مشقة في صحبتي إياك، واعذرني على نسياني بما لا تؤاخذني بما نسيت، اعذرني على نسياني وغفلتي عن التسليم لك، راه في الاول اشترطت علي ووافقت، فاعذرني، قد غفلت عن التسليم لك وترك الانكار عليك. اسمح لي، واضح المعنى؟ هذا ادب من موسى عليه السلام. ولا ترهقني من امر موسى. طيب، فعفى عنه الخاطر، عفى عنه هذه البره. فانطلقا مرة ثانية بعد نزولهما من السفينة. ومن بعد إن شاء الله عبد الخضر يخبر بعلة هذه الأعمال الثلاثة. فانطلقا، أي بعد نزولهما من السفينة، فمرا بغلمان يلعبون. غلمان، مجموعة من الغلمان يلعبون، وفيهم غلام وضيء الصورة حسن الوجه جميل المنظر، هذا أجملهم وأحسنهم. فاقتلع الخضر رأسه، اقتلع رأسه، وقيل ذبحه، وقيل أخذ صخرة فضرب بها رأسه، والأول هو الصحيح لوروده في الحديث الصحيح. اقتلع الخضر رأسه. وروي أن هذا الغلام اسمه جيسور بالجيم، وروي أن اسمه حيسور بالحاء المهمة. المهم على كل حال اسمه لا يضر. ما وقع هذا مرة أخرى، موسى عليه السلام انتفض، لم يصبر عليه السلام، كما سيذكر الله تعالى بعد ذلك، يقول لي: أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. سيأتي، لكن قبل هذا نبين هنا بعض الأمور التي جاءت في الآية. يقول الله: فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتل. انطلق موسى والخضر وهما غالبين حتى للغاية، بمعنى إلى، يعني انطلقا، أي صارا يمشيان إلى هذه الغاية، حتى للغاية، إلى هذه الغاية. شنو هي الغاية؟ أن لقيا غلاما، وجدا غلاما مع الغلمان يلعب فقتله، لقيا غلاما فقتله، الفاء للتعقيب مباشرة، لما وجد قتل. هذا فيه إشارة وإيماء إلى أن الخضر عليه السلام كان مأمورا به ذلك، بدليل أنه لم يتأمل ولم يتأنى عاجلا للأمر، لأنه كان مأمورا به ويعلم ما يفعل. لقي غلاما فقتله، فقال له موسى: قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هنا قبل ما نتكلم على المعنى نجيب عن سؤال قد يسأله طلبة العلم من جهة التركيب ولا من جهة الإعراب. فالأمر الأول ديال السفينة، قال الله: فانطلقا حتى إذا
ركب، شوف، حتى إذا ركب في السفينة خرقها بدون فاء، ما كاينش فاء، ما كاينش ركب في السفينة خرقها، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. هنا حتى إذا لقي غلاما فقتله، واضح لنا؟ علاش هنا فقتله ثم خرقها بدون فاء؟ الجواب أن خرقها في الموضع الأول، هذا هو جواب الشرط. حتى إذا ركب في السفينة خرقها، هذا خرقها بالفعل الماضي، هذا هو جواب إذا، إذا الشرطية لا تجزم، أداة شرط. حتى إذا ركب في السفينة، إذا ركب هذا فعل الشرط، خرقها جواب. ومعلوم في علم النحو أن جواب الشرط إذا كان مصدرا بماضي أو مضارع لا يقترن بالفاء ولا إذا، ما كيقترنش، لأن الفعل صالح لأن يكون جواب. إذا هنا في الموضوع الأول أش ما قالش فخرقها؟ لأن الجواب هو خرقها، والجواب إذا كان ماضيا ومضارعا لا يقترن بالفعل. إذا ركب في السفينة خرقها، ركب الشرط خرقها الجواب. أما هنا الجواب ماشي هو قتله، الجواب هو قال أقتلت، هذا اللي جاي من بعد، بمعنى هذا فقتله غير معطوف على الشرط، مازال ما جاش الجواب. شنو التقدير، شنو المعنى ديال الكلام؟ فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال، هذا هو الجواب، ماشي الجواب قتله، الجواب هو قال أقتلت نفسا زكية، ولهذا الجواب لم يقترن بالفاء. وهذا فقتله فعل معطوف على فعل الشرط، تذكر الشرط وما عطف عليه، وعاد بعد ذلك الجواب. إذا لقي غلاما، كأنه قال أنا غندير لكم الواو باش يتضح، كأن المعنى حتى إذا لقي غلاما وقتله قال له موسى أقتلت نفسا زكية، إذا قال، هذا هو جواب الشرط. وبناء على هذا، بناء على هذا لا يستحسن الوقف على فقتله، ما المسلوق؟ حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت، نصل، لأن هذا قال هو جواب إذا. إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت، هذا قال جواب الشرط، إذا ما نوقفوش على فقتله ونستأنفوا قال أقتلت، لأن هذا الجواب، واضح المعنى؟ كأنك ذكرت شرطا بلا جواب، واضح الفرق؟ إذا الفرق أن خرقها في الموضع الأول هو الجواب، لهذا لم يقترن بالفاء. وهنا في هذا الموضع هذا فقتل، هذا غير معطوف على الشرط، والجواب هو قال أقتلت، قال هذا الفعل الماضي هو جواب الشرط، ولهذا نصل نقرأ حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت، قال الفرق، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. فإن قيل لما خلف بينهما، دابا غتقولوا لي من حيث الإعراب عرفنا مزيان، ولكن لما خلف بين الموضعين؟ في الموضع الأول كان الفعل اللي هو الخرق هو الجواب، وهنا الفعل اللي هو القتل ماشي هو الجواب. فالجواب عن هذا السؤال أنه خلف بينهما للدلالة على أنه في القصة الثانية كان القتل عقب لقي الغلام مباشرة، ولكن الخرق ديال السفينة ما كانش عاقب لقي السفينة مباشرة، راه لقوا السفينة وركبوا فيها ومشاو حتى وصلوا عاد خلقها. أما في القصة الثانية غير تلقى الغلام قتله، لهذا خلف بينهما، قال في القتل لقي غلاما فقتل مباشرة بلا مهلة ولا ترى خلفة دل على التعقيب. لكن في القصة الأولى لا، ماشي غير لقوا السفينة خلقها، دازت مدة عاد خلقت، لهذا خلف بين القصتين. إذا رجعوا دابا للآية، لما قتل الخضر موسى أش قال؟ لما قتل الخضر الغلام أش قال موسى عليه السلام؟ قال له إنكارا عليه: أقتلت نفسا زاكية، شو معنى زاكية أو زكية؟ قرئ بهما أي نفسا طاهرة لم تذنب، هذا غلام مازال صغير، إذا نفسه نفس طاهرة لم تذنب قط، ما وقعت في معصية قط، أقتلت نفسا زاكية ليس لها ذنب؟ ولكن هذا إذا قلنا زاكية ليس لها ذنب بناء على أن الغلام لم يبلغ، لأن أهل التفسير اختلفوا واش الغلام كان بالغا ولا لم يبلغ بعده، قتل قبل البلوغ ولا بعد البلوغ، فعلى أنه كان لم يبلغ فالمعنى واضح، زاكية أي لم تذنب، لأن الإنسان قبل البلوغ لا يكتب عليه ذنب.
إذا زاكية أي طاهرة لن تذنب قط. وإذا كان هذا غلاما فالمقصود بقوله زاكية أننا لم نرى له ذنبا. واضح المعنى؟ كيقول لي قتلت نفسا زاكية يعني قتلت هذا الغلام وحنا ما شفنا هذا ذنب، ماشي بمعنى أنه لا ذنب له، حنا لم نراه فعل مخالفة. واضح المعنى؟ وهذا الثاني أظهر، الثاني هذا أظهر. إذا نفسا زاكية بالنسبة لنا لم نراه ارتكب ذنبا يوجب القتل. أقتلت نفسا زاكية بدليل شو كاين من بعد؟ بغير نفس، بمعنى كون كان في هذا الغلام قتل شي حد اخر وقتلتيه نقولوا قصاصا، ولكن هذا لم يقتل شخصا اخر، لم يقتل احدا، بغير نفس. قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، اي جئت شيئا منكرا، وقرئ نكرا ونكرا، والمعنى واحد، بمعنى هذا الفعل الذي درتي هو امر منكر. وهذا النكر اللي قال دابا الان ابلغ واكد من قوله في الاول امراه، اترقى معاه بشويه بشويه، في الاول قال لي شيئا امراه، لان تما خرق هي سفينه، دابا قتل نفس. وشكون اللي اعظم، قتل النفس ولا خرق السفينه؟ قتل النفس. ولهذا الان قال لي ماشي امراه، قال لي جئت شيئا نكرا منكرا. عاود ذكروا، ولكن هذه المره ذكروا الخبير بطريقة أغلب من الطريقة الأولى، دابا بطريقة أغلب مما سبق. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا؟ شوف شنو زاد لك، في الأول قال لي ألم أقل إنك، الآن قال لي ألم أقل لك. هذه الزيادة ماذا تفيد؟ تفيد المبالغة في الإنكار، الزيادة في الإغلاظ، الزيادة في الإغلاظ عليه. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما سبق، فكأنه كيقول ليه من هنا والقدام لا عذر لك، غلطتي المرة الأولى وعفونا، والمرة الثانية دابا أغلظ عليه. ألم أقل لك، زادوا هذه الإغلاظ والزجر، إنك لن تستطيع ما سبق، كأنه كيقول ليس لك عذر بعد الآن، الشرط لم تعمل به لا في الأول ولا في الثاني. فقال له موسى إن سألتك عن شيء بعد، إن شاء الله بعد الأذان نكمل هذه الآية. إذا لما قال الخضر لموسى المرة الثانية ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا، موسى عليه السلام أحس بالخطأ، عاود مرة أخرى شعر بأنه قد أخطأ،
ولهذا دابا الان كانه كيقول لي اعطيني اخر فرصه. قال له ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. كانه كيقول لي اعطيني اخر فرصه، الى المره الجايه عاود قلت شي حاجه صافي ما تصاحبنيش، اعطيني هذه المره هذه. واضح ولا لا؟ اذا قال موسى عليه السلام ان سالتك، راه هادشي كيقولوا بلطف، راه يلاطف، مازال راه مازال هو المتعلم ولا هو المعلم. لان اش معنى ان سالتك عن شيء بعدها؟ استشعار الخطا، قال لي نعم ساهوت اعذرني، ولكن ما بغاش يعاود عاوتاني يقول لي لا تؤاخذني بما نسيت. وهذا كيوقع، ان الانسان احيانا اللي كيوقع في الخطا وكيشوف راه كيخطر كيقول لا خو شوف هذه المره تخطات صافي غير بلا ما تخليني نمشي معك، بلا ما تخليني نتعلم منك، زعما هذه المره راه نبر. فقال له موسى ان سالتك عن شيء بعدها، اي بعد هذه القصه، بعد هذه الحادثه اللي وقعت، الى مره اخرى عاود سولت قلت لك علاش درتي، انكرت سؤال انكاري لانه راه جوج مرات ينكر، الى عاود سولت سؤالا انكاريا فلا تصاحبني. اش معنى لا تصاحبني؟ اي لا تتركني اتبعك، ما تخلينيش نمشي معك، واخا نبغي نتبعك ونقول لك علمني صافي هذه المره ما تخلينيش نمشي معك. هو شي يقصد موسى، ماشي يقصد حقيقة، لا كيقصد زعما ما غنعاودش نخطأ مرة أخرى، هذا المرة إلا عاودت. ولهذا شوف اعتذر للخضر، قال لي قد بلغت من لدني عذرا، كيقول لي صافي راك خدعتي عليا الحجة، العذر قطعتيه ليا، ما بقى ليا عذر، زعما لا عاودت غلطت المرة الجاية أنا أعذرك، أنت معذور. قد بلغت يا أيها المعلم يا الغريب من لدني عذرا، انا اعذرك اذا امتنعت عن مصاحبتي في المستقبل، اذا ما خليتنيش نتبعك المره الجايه انا اعذرك. هذا هو معنى قد بلغت من لدني عذرا. واضح المعنى؟ اذا عاود طلب منه مره اخرى ان يصاحبه بهذا الاسلوب باش يشدو، لان راه قال لي لا تؤاخذني قبل ما بقاش يكرر علي. صافي اخر مره، ان سالتك عن شيء بعدها، بعدها اي بعد هذه القصه، بعد هذه الحادثه اللي وقعت، درتي شي حاجه اخرى وعاود سالتك نفس السؤال سؤالا انكاريا، وراه قال لي لا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، فلا تصاحبني. راه ماشي موسى اللي كيقول لي ما تصاحبني، شكون اللي مصاحب الاخر؟ شكون اللي تابع الاخر؟ راه موسى اللي تابع الخضر. فاذا شنو قصد بقوله لا تصاحبني ما تتبعنيش؟ راه العكس، بمعنى لا تصاحبني، لا تتركني اتبعك، لا تتركني اصحابك، ما تخلينيش واخا نبغي نتبعك زوري عليا، هذا هو المعنى بالدارجه كله. فلا صاحبي. قد بلغت، كيعذرو كيقول لي راك انت درتي اللي عليك، قد بلغت من لدني عذرا، من لدني بمعنى قد اعذرت الي، فعلا راك بينت لي المره الاولى والثانيه وقمت لي حجه، بمعنى انا كنعذرك انت معذور، الى المره الجايه ما بغيتيش تديني معاك انا اعذرك. هذا هو معنى قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى اذا أتيا أهل قرية، إذا فانطلقا طوية، دائما الكلام فيه دلالة اقتضاء، لأن القصص في القرآن تذكر مختصرة، دابا الكلام كاين فيه شي حذف، لأن ملي غيقول لنا موسى هاش قال؟ قال لي قد بلغت من لدني عذرا، وكيقول لنا فانطلقا، إذا عفى عنه، كاين واحد الحذف تما، فعفى عنه الخضر، سامحه الخضر، قال لي واخا لا بأس، مرة ثانية سامحه، ولهذا انطلقا خلاه يمشي معاه، فانطلقا معا حتى إذا أتيا أهل قرية، هذه القرية قيل هي أنطاكية، قالوا لها أنطاكية، وقيل برقة، وقال أبو هريرة وغيره هي بالأندلس، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء، وهذا هذا القول الأخير بناء على أن مجمع البحرين هو عند طنجة وسبتة، كما ذكرنا الخلاف في الدرس الماضي. إذا أتيا أهل قرية، جاءوا عند أهل واحد القرية، استطعما أهلها، إيش معنى استطعما أهلها؟ طلب منهم طعاما، الاستطعام هو طلب الطعام، السين والتاء للطلب، طلبوا منهم يطعموهم يوكلوهم، جاءوا عند واحد أهل القرية جيعانين محتاجين للطعام، استطعموا أهل القرية، إيش معنى استطعما أهل القرية؟ أي طلب منهم الطعام، قالوا لهم ضايفونا، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فأبوا أي أهل القرية امتنعوا أن يضيفوهما، أي أن يقدموا لهما القراء، أن يقدموا لهما الطعام ضيافة ونزولا، ما ضيفوهمش ما كرموهمش،
فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا، وجد موسى والخضر فيها أي في تلك القرية جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض أي يميل إلى السقوط، يكاد يوشك أن يسقط، يوشك أن يسقط. ونسبة الإرادة إليه من باب المجاز، لأن الإرادة من صفات العقلاء، هذا جدار حيط، فنسبت إليه الإرادة مجازا. المراد أنه واحد الحيط مائل، مائل قريب يطيح الدولة بغدا، بحال شي صور كيبان لك مائل غادي يطيح، يريد أن ينقض فأقامه أي الخضر عليه السلام، جا لذاك السور وبناه وقادته، قيل هدمه وأعاده مرة أخرى، هدمه وعاود بناه من جديد، وقيل لا أقامه على ما هو عليه. إذا أقامه أي هدمه ثم بناه، ولمسحه بيده وأقامه فأقام. جدار يريد أن يقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. شوف اللي قال هذا، أي قال موسى للخضر لو شئت لاتخذت، موسى للخضر قال لي ها أنت درتي لهم هذا العمل، قديتي لهم هذا الجدار الذي كاد أن يسقط، وقفتيه، لو شئت لبغيتي تقول لهم يعطيوك اجره على هذا العمل اللي درتي باش ناكلوا ونشربوا. قال موسى للخضر لو شئت لبغيتي لاتخذت عليه اي على هذا الجدار الذي اقمته اجرا اي اجره اللي هي عباره عن طعام، اجره اللي هي الطعام يضيفونا ناكلوا فينا الجوع. قال له لو شئت لاتخذت اجره، قال الخضر هذا فراق بيني وبينك. علاش؟ لانه تكلم، لأن كلام موسى واخا هو ماشي سؤال حقيقة، لكنه متضمن للسؤال، كأنه كيقول ليه لما فعلت هذا مع أن هؤلاء أبوا أن يضيفونا، هؤلاء بخلاء ما ضيفونا وطلبنا منهم وأقمت لهم الجدار، على الأقل من اللي أقمت لهم الجدار خذ منهم أجرة نتزود بها. فهذا راه يتضمن السؤال، راه كأن موسى كيتعجب من هذا الفعل، هذا كذا وكذا وأنت تقيم. فلهذا الان الخضر صافي، لان اعطاه اخر فرصه، راه قال لي موسى قبل ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. اذا هنا قال لي الخضر هذا فراق، هذا الامر اللي وقع دابا انتهت القضيه، انا قلت لك ما تسولنيش وسالت، هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا، الى اخر القصه. نتركه ان شاء الله افلام هذه الدرس الاتي، والله تعالى اعلم واعلم وجل واحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذوك الأجوبة ديال التحاليل ديال الدم راهم كاينين، اللي بغاهم إن شاء الله يدوز ياخذهم.